وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على تعديل التوقيتات الخاصة بمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم لتصبح انطلاق المباريات بدءا من 5:30 مساء. جاء ذلك في ضوء ما عرضه وزير الشباب والرياضة بشأن تأخير موعد انطلاق المباريات حفاظا على اللاعبين بالنظر إلى التوقعات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة. هذا ومن المقرر أن يتم التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن بدء تطبيق تلك القرارات.